السلام عليكم، بنرحب فيكم في مادة الكنترول سيستم، ديجيتال كنترول سيستم. بنقول لكم الآن بدنا نسوي مراجعة شوية للستيت فيدباك، وبعده نتكلم لو عندي سيستم موجود على شكل في شكل دايركت فورم أو في أي شكل تاني، كيف ممكن نجيب الجين للستيت فيدباك. عادة لما أتكلم للستيت فيدباك بتكلم هاي السيستم اللي عندي، هاي الديلي، خلينا نقول الآن في السيستم اللي عندي في عندي الأوتبوت تبعي اللي هي الستيت. خلي أوكي، نيجي نحط القلم أسهل، ناخذ الجيم الستيت اللي هي اكس اوف كي، بدخلها على بلوك على السي ماتريكس تعطيني الواي اوف كي. الان الستيت عادة بنحط شكلها اكبر زي هيك، وبنقول هذه بندخلها الان على فيدباك بلوك اللي هي ال ماتريكس، هاي بالسالب خلينا نقول، وهذا عندي الانبوت للسيستم اليو كي. كويس، فبدخلها هاي على اليو اوف كي، وهاي السيستم عندي، وهذه زي ما حكيت الديلي از اللي عندي، فبتعطيني على هذا الشكل الموجود عندي. الان شكل الميت الشكل تبع السيستم عندي بقول اكس of k plus 1 بدي ساوي a minus bl في ال x of k، وعندي هذه بسميها ال e matrix، وهذه بدي اياها تبقى ستيبل عندي، او بنسميها اسمبتوتيكلي ستيبل. يعني لو انا بدي اجيب الكاركترستيك كويجن للسيستم هذا اقول زي اي ماينس اي بلس بي ال، الديتيرمنت تبعته هذه بدها تساوي زيرو. ولو كان السيستم عندي على شكل دايركت فورم احنا قلنا هذه عبارة عن ايش الكاركترستيك اكويجن لهاي، بدي يصير الشكل عندي اللي هي زي تو ذا ان بلس اي تو ذا ان ماينس 1 بلس هنا ال ان في الزي تو ذا ان ماينس 1 بلس طبعا اي تو ذا ان ماينس 2 بلس ال تو ذا ان ماينس 1، وهكذا بنضل ماشيين فيها لحديت ما نوصل التالي. عندي هنا اي 2 بلس هنا اي واحد بلس ال تو في الزي بلس اي زيرو بلس ال واحد، طبعا هذه بدها تساوي ايش زيرو. الان الديزايرد عندي، خلينا نحط هنا هاي الديزايرد، ايش بدي يكون عندي؟ بدها تساوي زي تو ذا ان بلس اللي هي حكيناها هنا الفا ف
n minus 1 z to the n minus 1 بلس، بظني ماشي معها لحديت ايش، الفا 1 z بلس الفا 0 بدي يساوي ايش، 0. الان بعمل كويتنج للكوافيشنت اللي عندي لهاي، فبيطلع عندي التالي، بيطلع عندي بقول عندي ال اوف اي بلس 1 بدها تساوي اللي هي عندي لما نسوي هذه، بدها تيجي على الشق الثاني، بدها تكون الفا اوف اي ماينس اي اوف اي. كويس، هذه الشكل اللي بيطلع عندي، لا اللي بيطلع لي هذا بتطلب السيستم يبقى عندي زي ما حكيت في دايركت فورم. هذه المعلومة مهمة في هذا المجال. طيب لو جيت انا بدي اطلع على حاجة تانية، ايش اللي بدي اطلع عليه؟ قلت السيستم عندي ما كانش على هذا الشكل، كان بشكل تاني. الشكل التاني بغض النظر ايش موجود فيه، فانا بدي احطه على شكل دايركت فورم. الخط مش ظابط. الدايركت فورم ايش اللي عندي؟ عندي شغلتين اللي بهم مني، الاي ماتريكس اللي هي الشكل تبعها كالتالي، هاي الزيرو 1 0 0 0 0 1 0 بضل ماشيين ل 0 لاخر سطر عندي هنا ايش، خلينا نكبرها هنا 0 0 بضلني ماشي لحديت 0 1 والسطر الاخير بيبقى عندي كالتالي ماينس اي 0 ماينس اي 1 بظن ماشي فيها لحديت ماينس a to the n ماينس 1، والبي عندي الشكل تبعها كالتالي 0، ونضلنا ماشيين فيها 0 اخر كوفيشنت 1. هذا في الدايركت فورم. الان لو كان في اي فورم تاني انا بدي احوله للدايركت فورم، يعني بعبارة تانية لو كان السيستم عندي x of k plus 1 بدي ساوي a x of k plus b u. هذا of k، هذا اي type of system مش مشكلة ايش الموجود عندي. انا هذا السيستم بدي احوله لسيستم من القبيل اللي انا بعرفه في هذا المجال، فكيف بدي احوله على لهذا المجال؟ بدي اقول let z equal t x. طيب الان هذه t x ايش بيطلع عندي فيها؟ ال t x عندي ال t هذه بنسميها similarity matrix، ماتريكس. الان لو جبت السيميلاريتي ماتريكس انتهت العملية اللي بدي اياها. الان السؤال كيف اجيب هذه السيميلاريتي ماتريكس؟ السيميلاريتي ماتريكس بجيبها من عدة شغلات. اولا زي ما حكيت قبل بدي اعرف ايش الكنترولابيليتي ماتريكس لهذا السيستم. الكنترولابيليتي ماتريكس لهذا السيستم طبعا ما بنقدرش نسوي اي ستيت فيدباك الا السيستم يكون كنترولابل، يعني الكنترولابيليتي ماتريكس هذه عندي ايش طبيعتها. الكنترولابيليتي ماتريكس اللي عندي الديتيرمنت تبعاتها بتسويش زيرو. هاي البي وبحط هنا هاي الاي بي وهنا اي سكويرد b لحديت ايش a to the n minus 1 b.
كويس، هذه الكنترولابيليتي. وبدي الكنترولابيليتي ماتريكس اللي عندي هذه الديتيرمنت تبعتها لا تساوي الزيرو، معناته السيستم هذا بقول عنه كنترولابل. وإذا السيستم كنترولابل يعني بقدر أعمل ستيت فيدباك. الآن هذه للسيستم الأصلي. لما بدي أحول السيستم على شكل دايركت فورم، بعمل الشكل عندي كالتالي. يعني السيستم اللي عندي بدي يصير اكس اوف تي، او خلينا نروح ل variable تاني بدل اكس عشان ما نلخمكوش فيها. احنا رحنا هنا في ايش، في الزي، فهنا بدنا نستك فيها. خلصنا من الاريسر، احنا نروح لهذا. طيب عندي صار الزي تو ذا كي بلس واحد بدها تساوي اي تلدة في الزي كي بلس بي تلدة في اليو كي، وهنا والواي عندي خلينا نقول هاي الاوتبوت تبع الواي بدي يساوي السي تلدا زي اللي عندي في السيستم. الان هذه الهاي. الان كيف بدي اروح للاي والبي؟ اللي بهمني الاي والبي والسي زي هيك. الان لو بدي اعمل السيميلاريتي ترانسفورميشن، هلاحظ اللي عندي الاي تلدا بدها تساوي خلينا نقول هنا تي انفيرس في الاي في التي، والبي تلدا بدها تساوي تي انفيرس في البي. وبقدر افرجيكو هذه بس على السريع. والسي تلده بدها تساوي اللي عندي السي في التي. الان افرجيكو كيف هذا اجت. الان السيستم اللي عندي الاصلي كان اكس اوف كي بلس واحد بدي يساوي اي x of k plus b u of k. احنا ايش قلنا عندي؟ قلت عندي اللي قبل شوية الزي بدها تساوي t في x. كويس، هذا اللي عملناها في هذا المجال. الان هذه جزئية، أو الجزئية الثانية ممكن تلاقيها بعض الكتب حملها زي هيك، أو كتب تانية بتقول لك إيش الإكس بتساوي تي في زي. بس ما علينا، لو هذا لو الشكل عندنا الموجود زي هيك، زي بدها تساوي تي في الإكس، يبقى الإكس إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي التي إنفيرس في الزي. كويس، يعني وين بدي اشوف اكس بدي احط تي انفيرس في الموجود عندي في هذا المجال، او العكس زي ما حكيت. اللي عندي بعض الكتب حتلاحظ بتعمل التالي، كتب كثيرة حتلاحظها ايش بتقول عندي، يا اما هاي النوتيشن الموجود هذا، يا اما نوتيشن حتلاحظها اللي هي بتقول لك عندي، وهذه طبعا الاسهل، اكس
بدها تساوي تي في زي. هذا اسهل وي، وين ما بتلاقي تي اكس بتحطيه. طبعا هذه اكس في كي وهذه في كي، لو بترتب عليها ايش هذه الناشئة هي اللي بترتب عليها، هاي لو قلنا بدي اروح لكي اكس اوف كي بلس واحد، ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي تي اوف زي اوف كي بلس واحد. الان نيجي نعوض في هذه اللي عندي، هنا عندي اكس اوف كي بلس واحد، احط بدالها ايش؟ هاي تي وهاي زي بكي بلس واحد، بدي ساوي هاي الاي، هنا عندي ايش؟ اكس اوف كي، بدي احط ايش؟ تي في زي اوف كي، وهاي هذه بتضل زي ما هي البي يو اوف كي. انا بدي مين؟ بدي زي اوف كي بلس واحد، يبقى هاي زي اوف كي بلس واحد بدها تساوي ايش؟ بدها تساوي، بدي اضرب في التي انفيرس، بدها تعطيني هنا تي انفيرس في الاي في التي في الزي اوف كي بلس هاي التي انفيرس في البي اللي عندي في اليو كي. الآن هذه اللي حكينا عنها، هذه اللي سميتها اي تلدة، وهذه اللي سميتها بي تلدة. اوكي، فعرفنا هذه كيف بدنا نجيب الاي تلدة والبي تلدة حسب اللي حطيتهن. ها الآن السؤال اللي بدنا نمشي فيه اللي هو ايش هو بعدها؟ عرفنا انه في عندنا تي بدنا نجيبها اللي هي سميناها السيمولاريتي ترانسفورميشن ماتريكس. طيب السيمولاريتي ترانسفورميشن ماتريكس طبعا لها ديريفيشن طويل، بس انا بدي اريحك. احنا قبل شوي قلنا عندها الكيو سي للسيستم اللي عندي كانت عبارة عن ايش؟ عن البي، خلينا كان شكلها مرتب في الاي بي لحديت ايش؟ اي تو ذا ان ماينس واحد بي. الان اللي عند الماتريكس هذه لا السيستم ان دايركت فورم ايش بدي يساوي؟ بدي يساوي البي تلدة في الاي تلدة بي تلدة في ال عندي هاي الاي تو ذا ان اي تلدة تو ذا ان ماينس واحد بي تلدة الموجودة. الآن لو عوضت عن هذه وعوضت عن هذه، يعني عوضت في البي تلدة والاي تلدة ومن هدول، بقدر يصير عندي حاجة بقدر أجيب منها التي. أنا مش وقته نعمل الديريفيشن لهاي، بس هذه اللي بنقول عنده، يعني الديريفيشن من هان وهان حيعطيني حقدر أجيب منها يعني التي. التي حتعطيني، حتقول لي بدها تساوي كيو سي تلدا انفيرس في الكيو سي. يعني لو جبت هذه وجبت هذه بقدر اجيب التي وبقدر اشتغل عليها. الان لو اشتغلت عليها زي هيك بدي يصير عندي يعني سهل جدا اجيب ال ماتريكس تبعتي. ال ماتريكس بتساوي هاي الفا 1 ناقص اي 1، بضلني ماشي معهن لحديت ايش؟ الفا ان ناقص ان ماينس واحد. طبعا هذا بدي ابدا الاصل ابدا من الفا 0
ناقص A0 وبعدها بAn ماينس واحد ألفا ناقص AN ماينس واحد في الإيش؟ في الـ QC inverse، هنا تلدا انفيرس في الكيو سي الموجود عندي. الآن هذه لو بسهلها بدها تساوي بحاجب هذا الشكل، زيرو زيرو بضل احط زيرو لآخر واحد تبقى واحد في الايش، في اللي عندي كيو سي انفيرس في الالفا اوف ايه. ايش يعني الالفا اوف ايه؟ شفت اللي عندك كان الكاركترستيك اكويجن تبعت السيستم، كانت الكاركترستيك اكويجن تبعت السيستم عبارة عن ايش، زي مثلا تو ذا ان بلس الفا في زي في حاجة زي هيك. الان بدل الزيز بنحط ايش، ايه هذه كيلي هاملتون هذا ثيرام ايش بتقول، كل ستيت اكويجن must satisfy its characteristic equation. يعني لو انا حطيت بدل الزي ايه واشتغلت عليها بقدر اجيب الجين على هذا الشكل. وهذه الفورمولا مهمة جدا، هذه بنسميها إيكرمان فورمولا. إيكرمانز فورمولا اللي هي بتعطيني الجين تبع السيستم تبعي، وهذا من الحاجات المهمة جدا. يعني هنا شرحناه بالمختصر المفيد ايش اللي عملناه، عملنا يعني فرجيناكم كيف احنا نجيب الجين للسيستم بغض النظر كيف الشكل تبع السيستم، اذا كان على شكل controllable canonical form او على شكل دايركت فورم او على اي شكل تاني. بهذه المعادلة باستخدام إيكرمان فورمولا بنقدر نجيب ال L للسيستم. ويعطيكم العافية، بنكمل كمان شوية في الاستيميتور.